السلام عليكم ازول فلّون خطنا في الجزائر بادئ ببدء شكرا للشعب الجزائري الذي خرج للتظاهر تظاهر من اجل حقوقه وهذه الحقوق شرعيه شرعيه لانه هو الوحيد الشرعي في البلد لم يعد هناك حاكم لم يعد هناك دستور لم يعد هناك قانون يحترم لما ترى الطلبه تضرب الذين هم شعله المستقبل يضربون في الطرق لما ترى ان الحق لا يطبق وان الباطل ومن اقاموا على الحكم باطلا وكانوا واستمروا في حكمهم وكانوا فاسدين وكانوا جهلاء وكانوا خائنين للوطن ومتآمرين على الجزائر وشعبها جاءت الوقت ليعرف الإنسان الخيط الأخضر الذي يمثل الشعب الذي يمثل الطلبة يمثل كل الفئات الاجتماعية في الجزائر والخيط الأزرق الذي يمثل العساكر اللي هم في الجنرالات لا نقول العساكر في في الجنود متواجدين في الجيش لكن الطبقة الحاكمة الحاكمة التي تتمثل في قيادة الأركان هم الخونة خونة كانوا دائما خونة كانوا الخونه من قبل الاستقلال وك و وكانوا خونه بعد الاستقلال وقاتلوا وذبحوا هذا الشعب الابي جاء الان وقت الحقيقه ولذا لذا, لذا تراهم يريدون اسراع, اسراع في كل شيء حتى يكملوا على الجزائر وعلى الجزائريين ها هو الشعب عرف الحقيقه الحقيقة لا يخفيها أحد، لأن الله ينصر الحقيقة، وينصر الناس اللي طالبين على حق بسلمية، بسلمية لم يرى لها العالم مثيل، حتى في البلدان الأوروبية والأمريكية لم يروا لها مثيل، أن شعب يخرج بسلمية لشهور بعد شهور. وهو داخل في الشهر الثامن إلا أن يقول يريد الديمقراطية، يريد تطبيق المادة سبعة وثمانية، يريد العيش بكرامة. لكن من خانوا العهد ومن تآمروا على البلد وأفسدوا فيها فسادا لا لا يعقله العاقل أنهم سرقوا أكثر من 600 مليار دولار بينهم. هذه الجنرالات اللي تشوف فيهم وابو تفليقة وسعيد وأخواته وجماعته يعني أموال طائلة لا تحصى ولذا ترى كل الأجناس الآن تتوجه إلى الجزائر كالدبلوماسيات لأخذ لأخذ حصتها من القانون قانون المحروقات الجديد لأنهم يبغون يخافون على مستقبلهم على مستقبل أبنائهم لأن الشعب الصفاقه وعارف الحقيقه لن تستطيعون استحمار الشعب اكثر من ذلك سرقاتكم باصبحت اصبحت يعني مفضوحه مفضوحه وانكم تريدون الاسراع الا الا في اخفاء اشياء اشياء كبيره جدا ولا يهمكم البلد ولا يهمكم الشعب ولا يهمكم حتى الحكم وانما حكم يهمكم مصالحكم مصالحكم ذيقه كأمخاخكم كانت دائما ضيقة ولم يكن لكم لا مبدأ لا 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 مستوى لا لكم في الدين ولا في العقيدة ولا في الإسلام ولا في حب الوطن كنت دائما حركة أبناء قياد دائما كنت كذلك استعبدتم الجزائر والجزائريين وسرقتم ما فوق الأرض وما تحت الأرض جاءت وقت الحق والشعب لن يسكت حتى يأخذ كل حقوقه كاملة وهو الوحيد اللي لا يستع... الذي يستطيع التحكم في الجزائر لا أبناء من جنسيات أخرى حكموا الجزائر لمدة ستين سنة بجنسيات أخرى منها كانت مغربية رغم أن المغاربة أخواتنا لكن لا يحق لاحد من غير الجنسيه الجزائريه يتحكم في الجزائر تحكمتم فيها وشردتم وشردتم كل العقالة جاء وقت الصح نصرة للشعب نصرة لكل مواطن حر يريد العيش يريد العيش بكرامة ليه ولأبنائه شكرا لكم الجزائريين استفقتم الحمد لله وتبين الخيط الاخضر وتبين الخيط الازرق الذين تنتمون اليه يا جنرالات تريدون بيع الجزائر باسرع وقت لانكم ستفضحون لولا لو يكسب الجزائريين يمسكوا الاماكن المهمه في العساكر وفي الرئاسه وفي الوزارات ستفضحون وهذا مشكلتكم انتم الا انفسكم لا تفكرون في الجزائر ولذلك الجزائريين لازم يتم إسقاطكم إسقاطكم لأن كما يقول لك وان واحد لازم ينجح والشعب هو الذي ينتصر لأن الحمد لله بسلميتنا وإحنا ثلاثة 43 مليون جزائري مش كم تاع جنرالات من بوتفليقة وجماعته هو قايد صالح أنهم يسيرون بلد كالجزائر وللقضاة وللمحامين كل لازم ينهض لا تتركون الناس جهلة جهلة لا ليس لهم في علمكم حتى لو بذرة أنتم درستوا في الجامعات ست سنين وسبع سنين يعني ست سنين وسبع سنين وعشر سنين كيف تتركوا أحدا جاهل جاهل لا ينوي في ترك الجزائر ان تستقل، ان تتحرر، ان تحكم بقانون. يتحكم في الجزائر كلها وفي خيراتها. أتعرف انه يقتل مستقبل ابناء, ابناء 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 ابنائك؟ فلذا لازم تقوموا، لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا، الشعب معكم، ما دام الشعب معكم سينتصر، حتى لو قامت القيامة. ما الشعب معاكم ستنتصروا لان الشعب اقوى اقوى من جماعه جماعه خائنه سيهربون سيهربون كما فعلوا في كل الاجناس سيهربون لانهم خونه لان الانسان الصادق يبقى ويحاكم ويقول انا بريء ويثبت براءته لكن ذو خونه خونه بقى لهم خونه مده ستين سنه مش ممكن الآن يستقيموا ويرجعوا رجالة بس كل إخوان كل كل خزرانة كي تعواج تعواج ما تجيش غدوة وتقول نتسقم تعوجت تعوجت وتمت فعلها لمدة ستين سنة جاء الآن ينتحروا يموتوا يخرجوا ينسجنوا لكن الجزائر ترجع استقلالها بابنائها ان شاء الله والسلام عليكم وشكرا جزيلا السلام عليكم